صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا متردد في أداء فريضة الحج، وقد حججت مرات كثيرة ولله الحمد، ولكن ولي الأمر رتب الحج كل 5 سنوات، فهل أحج أم لا؟ لا تخالف النظام، تخالف نظام ولي الأمر، لأنه لمصلحة الناس، تقليل الزحام على الناس. أنت حاج عدة حجات، إذا كان حريصا على الخير شف محتاجين من جيرانك أو من المحتاجين، تصدق عليهم بنفقة الحج، ربما يكون هذا أفضل من حج النافلة. نعم.